الحوار عقد المحافظ شوقي هائل وأعضاء لجنة تسيير الحوار لقاء مع الإعلاميين لتوضيح ملابسات ما حدث. في اللقاء أوضح المحافظ شوقي أنه سيلتقي برئيس الجمهورية وأنه سيطلعه على الأطراف التي تعرقل عمله طيلة العام منذ توليه منصب محافظ محافظة تعز، سواء كانت تلك الأطراف أحزابا سياسية أو جماعات، داعيا أبناء تعز إلى التلاحم ورص الصفوف لإنجاح مسيرة البناء. أنا عندي لقاء مع رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع، أقدم تقرير عن السلام. إيش اللي قصته خلال السلام؟ وإيش اللي ما نقصتوش؟ وإيش الأسباب؟ ومن وقف ضدي؟ وإيش من حزب وقف ضدي؟ وبعلنها بصراحة على الملأ بالكل، عشان تعرفوا يا أبناء تعز منو الحزب أو منهم المتحزبين أو منهم الشخصيات اللي عرقلوا حركة المحافظ في هذه المحافظة. استقالتي أنا صح يمكن قد كتبتها قبل 7 شهور أو 6 شهور موجودة جنبي. السبب الوحيد اللي مش قادر أقدم الاستقالة هذه هو الناس الطيبين، الناس اللي أتحملت كل حاجة من أجلهم، هذول الناس اللي صامت معاهم. وعند توجهنا بسؤال إلى رئيس لجنة تسيير أعمال المؤتمر الذيفاني رفض الإجابة مهددا بطردنا من القاعة. أنت اليوم صح؟ أيوه، شنو خرجك الحين؟